عندنا صاحبة هذه الليلة، صاحب هذا الليلة القاسم. القاسم جاءت إليه أمه رملة، خلي قلبك يم القاسم، الله يحفظ شبابكم بشباب الطف إن شاء الله، والله يستر على أعراضنا وأعراض المؤمنين جميعا يا الله. شباب القاسم ها اجت أم القاسم، اجت أم القاسم دخلت على ولدها القاسم، قالت بني قاسم أراك جالسا أما تسمع استغاثة عمك الحسين وهو يقول ألا من ناصر ينصرنا، ألا من ذاب يذنب عنا. تعنت لي أهل الخيمة وقالت لي يا جاسم تعنت لي أهل الخيمة وقالت لي يا جاسم قوم، والله عمك قوضت قومه وصار وحيد بين القوم، وانت بخير يا ولي يدي وعودك رايدك لليوم، والله بالك تخيب ظنوني. طلع جاسم من الخيمة وراح العم متعنى، لازم مرهفة في يده ولامس للحرب درع، شافه من بعيد حسين والجاسم جذب ونه، يقل لا لابس سيافك ودرعك، يقل لا ويجذب ونه، يقل لا الحرب مقصودي واريد انك ترخصني، والله قلوب ما ظل بعد عندي وعلى الصبر يسردني، يقل له شلون رخص الناي وانت الذخر يا وليدي، عودك شعتذر منه وانت الذخر يا وليدي، يقل له بعد هيهات ترجع انا يا حسين ما ارجع ابو عبد الله. يقول نظر اليه الحسين عليه السلام، نظر اليه قال بني قاسم الى اين؟ قال عم ابا عبد الله اريد ان تاذن لي بالقتال. قال بني كيف اذن لك بالقتال وانت امانه اخي الحسن؟ انا قالي في بعض الاخبار أن القاسم لما استشهد الإمام الحسن كان عمره 3 سنوات، يقولوا كان أكثر الناس شبها بالحسن عليه السلام. تدري الحسين كان عنده رأسه لحظات احتضار الحسن، يقول نادى أين ولدي القاسم؟ جاءوا له بالقاسم ولد صغير عمره 3 سنوات، يقول جاء بيد القاسم وضعها بيد عمه الحسين، قال أبا عبد الله هذا أمانتي أنا. تدري الأب بعض الأحيان ما كلكم آباء قلبه يتعلق ببعض أولاده دون الآخر، يعني مو معنى ما يحب ذوليك لا، لكن قلبه رغبته تصير إلى بعضهم أكثر من الآخر. الإمام الحسن عليه السلام يظهر إلى علاقة خاصة مع القاسم، لذلك جاء بيده وضعها بيد عمي الحسين، أبا عبد الله هذا أمانتي عندك. قال له بني كيف أذن وأنت أمانة أخي القاسم أخي الحسن؟ يقول القاسم قال يا عم يا حسين هذه وصية أبي الحسن. قال له وصية أبك الحسن؟ قال له نعم. قال له عندما كنت جالس في الخيمة والغم والهم
من كل مكان. يقول له نعم تذكرت أن أبي الحسن قد علق في رقبتي قطعة فيها مكتوب شيء. قال بني إذا دخلك الهم والغم افتحها فإنه سوف يزول كل همك وغمك. ففتحتها وإذا بها مكتوب بني قاسم إذا رأيت عمك الحسين وحيدا في أرض كربلاء. يا الله يا الله، لا ناصر له ولا معين فلا تقصر عن نصرته. يقول اخذ الورقه الحسين نظر بها خط اخي الحسين تهادرت دموع عينيه. عند ذاك صاح اخي زينب علي بالصندوق الفلاني. جاءت زينب بالصندوق فتحه الحسين عليه السلام، اخرج جبة الحسن البسها الى القاسم، اخرج عمامة الحسن البسها الى القاسم، اخرج سيف الحسن البسه للقاسم، ثم تمثل له كأنما هو اخوه الحسن. قال بني اقبل اقبل ادبر ادبر. ثم قال بني قاسم هلم الي فاعتنقه يقولون حتى اغشي عليهما. اي رحم الله من نادى وحسينا. يا الله يا الله هني لك العبره. اي رحم الله من نادى وقاسما. ثم قال بني امضي الى عماتك وامك لتودعهن هاجركم الله. مضى القاسم الله يساعد قلب زينب شافت اخوه الحسن كله. الله الله شوف اجتمعان علي العلويات بالخيمة قبل ساعات ودع علي الاكبر وجاء علي مقطعا اربا اربا. والقاسم هسه يودعنا للموت يا جماعة. لزمة ترجع مسكينة وعمته بحلقة تشمة. هاي ما نقدر ما نقراها. لزمة ترجع مسكينة وعمته بحلقة تشمة. ومن الخيم مذولة طلعت نادمة. يما يا جاسم الوكيد حيلك العمة ضمة. هز الرمح والجنة يا والدة دلعيلي انتي وعمتي زينب لما غير الخون. وصيت يوم وصية سمعي لفظ جوابي. انت وصية للأم اسمع ما غيرت لك الدور. لو صيت يوم وصية سمعي لفظ جوابي. شنو الوصية؟ قل يا يما شبال شفت اخوك بالله دبك شبال. الله يرحم العبرتك. والله محروم من شم الهوى من دون كل اصحاب. والله محروم شم الهوى والله يما من دون كل اصحابي. بعد بعد عطشان انا يحوالك. والله عطشان انا يا والدي يما وقت الشرب ذكري. والله المن هالشمع اذا هذا البيت اقرا شفت الشمع والحنه. المن هالشمع والمن الحنه. المن هالشمع والمن الحنه
وجاس من دمه نحرة خل. دارنا علي العلويات من كل جانب ومكان، وحده تصيح بارحم غربتنا، وحده تقول لا تفجعنا بك يا قاسم، لا تفجعنا بنفسك يا قاسم. واذا به يسمع نداء الحسين، الا من ناصر يبصرنا. انتقى جواده وهو يقول والله ان تنكرني فانا نجل الحسن. يا الله يا الله ويقاسم يا الله. ان تنكرني فانا نجل الحسن صفط النبي المؤتمن والمرتهن هذا حسين. شوف العبارة يا حسين كالأسير المرتهن. تمجح هاي العبارة، هذا حسين كالأسير المرتهن عند أناس لا سقى صوب المزن. أجركم الله قاتل قتال الأبطال وقتل على صغر سنه 35 فارسا، 35 فارسا بينما هو يقاتل ولا يعبأ بمن يقتله. انقطع يقول حميد بن مسلم انقطع شسع نعله واظن اليسرى، فابى ابن رسول الله ان يقاتل القوم حافي القدم فنزل ليسوي شسع نعله. اجركم الله يقول حميد بن مسلم وكان الى جنبي عمر الازدي قال والله لاذكرن به عمه. قلت أريحك أما تنظر إلى وجهه كأنه فلقة القمر الطالع، والله لو مد إلي يده لما أصبته بأي شيء. أجركم الله فشد عليه اللعين، إيه نعم شد عليه اللعين بينما هو يسوي شسع نعله. رفع فعلاه بسيفه، اي رحم الله من نادى وقاسما. يا الله يا الله الشباب وين الشباب يا الله؟ ضجه ضجه اريدها. اي رحم الله من نادى وقاسما، اي رحم الله من نادى مالنا وحسينا. اريد اريد اروح اعزي الحسن اول مره، اروح اعزي الحسن يا الله. الروح معا الى البقيع المظلم، العزاء لك مولاي ابا محمد. يا بوين الذي روح ويا صار الارض المدينه بصوت المصيبه يصيح قبر الحسن. صاح القاسم السلام عليك يا عم يا ابا عبد الله. يقول وصل صوت القاسم الى مسامع الحسين. نعم جاء الحسين كالصقر المنقض على فريسته.
يقول أرباب المقانجر أن الحسين نعم حمل على قاتل القاسم فقتله. يقولون أول من قتل الحسين من قتل أصحابه إلا قاتل القاسم. نزل الحسين إلى الأرض وجد القاسم يفحص الأرض برجله، قال والله عز على عمك أن تدعوه فلا يجيبك أو يجيبك فلا يدفع عنك أو يدفع عنك فلا يغني عنك شيئا بعدا لقوم قتلوك ومن خصمهم يوم القيامة جدك وأبوك. ثم هاجركم الله بينما الحسين عند القاسم إذ فاضت روح القاسم. رحم الله من لا داوى قاسما. يا الله يا الله يا الله وين اصحاب العزاء. رحم الله من لا داوى قاسما. اي والله ايش عاجلك على الموت يا مجمع يا عم قبل ما تقبر وبالعرس تنغنى. والله يا عم الحسين عادك ايش اعتذر منه. والله وانت وديعت وسب احد الله يقول لي يا قاسم ما يتراويني جروحك لو انا ابقى يا عم شرت جروحك. اي اي بقلب مثل الغمى وبدمع يا نعم رفع الحسين القاسم. لكن يقول أرباب المقات لما وصل الحسين إلى مخيم بنات رسول الله رأينا الجواد خاليا، جواد الحسين خاليا، وضعنا أيديهن على قلوبهن خفنا خشنان شيء. وإلى بلحظات وإلى بالحسين جاء بالقاسم، لكن المصيبة وين يا جماعة؟ وإذا برجلي القاسم تخطاني على الأرض. والله شالي حسين جسامي الشفية. شالي حسين جسامي الشفية بقلب مالوم يبكي على ابن خيه ورجل جاسم تزحل عالوطية. أثار حسين الظهر صار نصين. نعم هكذا يقولون. رفع الحسين القاسم محني الظهر لأن مصيبة القاسم أحمد ظهره. جاء به إلى خيمة الشهداء وضعه إلى جنب علي الأكبر. يقولون تمدد الحسين بين القاسم وبين علي الأكبر، وساعة ينظر إلى الأكبر وساعة ينظر إلى القاسم. وكأني بي يقولهم يا شبان بالله لا تولون. الله يحفظ شبابكم. يا الله يا الله. قلهم يا شبان بالله لا تولون. والله تصدعون قلبي من تلوجون. والله مدري يا بعد دخل ايش تريدون. والله بعيونكم بعيونكم لي تديرون. أريدها أن مع الحسين. يا الله. والله جابه ومدد أمامها وبجعدهم يا ويلي وهم موتي.
يا والي وضمته بسمع الشرع للنسوان صوته والله اجت امه تصيح الله الى الخيمة النساء وقفن خارج الخيمة حياء ما يدخلن الى الخيمة والحسين فيها نعم هاجركم الله دخلت زينب حدقت النظر ما شافت الحسين دققت النظر اكثر واذا بالحسين ممدد بين القاسم وهلي الاكبر ابا عبد الله الله يسعد قلبك مولاي يا الله تفتت لقلت لا أبا عبد الله القاسم أمه أم القاسم أم القاسم تريد تمشي على وليدها لكن أبا عبد الله استحى منك أن تدخل للخير وانت موجود قالها أنا أريد أمشي على القاسم لكن الحسين خرج وهو يكفكف دموعه بعينيه يا الله أبيات الدعاء دخلت الأم الفاجدة الفاقدة عزيزها شدق الله سألك بالله قبل لحظات سالم كشبيه للحسن وإذا بها تراه مقطعا يا ربا يا ربا تقل له يمه يمه من الوالد والترنا الله الله الام ايش قد تتعب على هذا الولد قد عزيز عند الولد يا الله يما والوالد تضرب رباق رباق والله يا امك يا اللي محيد عماق اي والله يا امك يا اللي محيد والله عفتني من الطبق الوخري ايش قد الان امهاتي فقدن اولادهن يا الله وحليت يا جاسم خلبت شيابي شيابي والله وحليت وحليت بدمك يا شباب الغاضري اي والله بدمك يا شباب خلفت والدة ترى نجوم الدجى في الليل بالسهل إلهي نسألك وندعوك بأحب الخلق إليك يا الله اللهم بالقاسم الوجيه الشمام المظلوم الذي أرى قدمه الطاهر دفاعا عن الحسين وعن الدين الحنيف اللهم بحقه احفظ جميع شبابنا يا الله استر أمورهم استر عليهم انصر إخواننا المجاهدين في ساحات الجهاد يا الله بسم الله الرحمن الرحيم أمان يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء يا الله أمان يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء 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 عشرا يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله
احفظ شبابنا، اللهم يسر امورهم، اقضي حوائجهم، وفقهم لما تحب وترضى. اللهم لا تخرجنا من الدنيا حتى ترضى عنا. اللهم لا تفرق هذا الجمع المبارك إلا بذنب مغفور وعمل مقبول، واكتبنا جميعا في ديوان خدمة الزهراء والحسين. اللهم اجعل هذا العزاء مواساة لإمام زماننا يا الله. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في ساحات الجهاد يا الله. ترحم على الشهداء. اليوم الفاتحة مقام للشهداء الذين سقطوا على أرض الوطن الحبيب دفاعا عن العقيدة وعن العراق وعن الدين. اللهم تغمدهم بواسع رحمتك، أسكنهم الفسيح من جناتك، عرب بينهم وبين أوليائك في مستقر رحمتك، يوم لا رحمة إلا رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا لكل خير، ادفعنا كل بلاء، تقبل من المؤسسين والحاضرين يا الله. إخواني جزاكم الله خير، في الأخوين أجدوكم جزاكم الله خير.